تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وكان المؤشر قد انخفض 1% أمس بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس، والتي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن عبر الهاتف الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد ياسين. ضيفي الكريم، بعد التحية، كيف ترى تخفيض المفوضية الأوروبية لتقديراتها للنمو بمنطقة اليورو بسبب أزمة أوكرانيا وتأثير ذلك الانخفاض على منطقة اليورو؟ يعني بالتأكيد هي خطوة من المفوضية الأوروبية لا تعكس المخاطر الكبيرة المتوقعة التي تنتظر منطقة اليورو، لذلك هي خطوة ما زالت يعني الخطوة الأولية ضمن سلسلة من الخطوات سوف تكون متوقعة خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع وضع اقتصادي سوف يكون خطير وفي غاية السلبية بالنسبة لمنطقة اليورو، انطلاقا من تراجع اليورو إلى المستوى الأدنى له لعشرين عاما، وكذلك أيضا انطلاقا من كون الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سوف يستمر في خطه لرفع نسب الفائدة، ولذلك انعكاسات خطيرة جدا في ارتفاع قيمة الدولار، وطالما أن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية بالنسبة للسلع الأساسية وفي مقدمتها النفط، لذلك مثل هذه الخطوات المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف ترفع مستوى التضخم المرتفع حاليا. بالتأكيد مثل هذا الوضع سوف ينعكس بتبعات اقتصادية خطيرة جدا خاصة بالنسبة لمنطقة اليورو، لأن البنك المركزي الأوروبي سوف يرى نفسه مضطرا ومرغما للتخلي، وقد تخلى أخيرا عن برنامجه لشراء السندات والقيام بأول خطى في رفع نسب الفائدة في منطقة اليورو خلال هذا الشهر، وهناك توقعات بأنه سوف يقدم على الخطوة التالية في شهر سبتمبر المقبل، ما يشير بوضوح إلى أن الدول التي تعاني من ارتفاع كبير في مستوى المديونية ضمن منطقة اليورو وفي مقدمتها إيطاليا التي تعاني من مستوى يزيد عن 150% من ناتجها الإجمالي المحلي، بالتأكيد مثل هذا الواقع يذكرنا بأزمة الديون الأوروبية في عام 2012 والتي واجهت من خلالها خمس دول التي تعرف بدول الحافة متاعب اقتصادية كبيرة جدا، وكادت البعض منها أن تعلن إفلاسها كما شهدنا بالنسبة لليونان. مثل هذا السيناريو مرجح جدا أن يستعاد في منطقة اليورو، ولكن بوتيرة أخطر بكثير، لأن هذه المرة سوف تتزامن مع حال من التراجع في مستوى النمو كما أشارت إليه المفوضية الأوروبية، ولكن إشارتها ليست واقعية، يعني تراجع مستوى النمو سوف يكون أكبر بكثير من التوقعات التي أصدرتها، لذلك المشهد هو في غاية السوداوية بالنسبة لمنطقة اليورو طالما أن البنك المركزي الأوروبي تخلى عن برنامج شراء الديون، لذلك أزمة الديون الأوروبية سوف تظهر من جديد. نعم، في سياق ذكرك تحديدا ضيفي الكريم لإيطاليا، هل تراجع الأسهم اليوم على خلفية المخاوف يعقم من الأمور أكثر وربما يؤثر على الاقتصاد أو الجلسات القادمة لبحث الاقتصاد الإيطالي؟ نعم بالتأكيد، يعني إيطاليا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وعندما تعاني إيطاليا من مستوى مديونية يزيد عن 150% من الناتج الإجمالي المحلي، يعني إلى الآن إيطاليا تمكنت من تجنب الأزمة المتوقعة انطلاقا من البرنامج المكثف الذي اعتمده البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات، وكذلك أيضا انطلاقا من الميكانيكية التي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على ديون دول منطقة اليورو ضمن برنامج الإنقاذ الأوروبي، هذا يعني واقعيا بأن ديون دول منطقة اليورو خاصة
دول ما تعرف بدول الحافة لم تصبح ديون سيادية. يعني البنك المركزي الأوروبي خفف من وطأ هذه الديون، ولكن قدرته للاستمرار في تخفيف وطأ هذه الديون قد تبخرت حاليا مع ارتفاع مستوى التضخم والتوقعات في تراجع النمو، وكذلك أيضا تخلي عن برنامج شراء السندات. لذلك حاليا المخاطر كبيرة جدا بالنسبة لإيطاليا، لأن إيطاليا يمكن أن نتساءل بشكل واضح من يمكن أن ينقذ إيطاليا. يعني إيطاليا كاقتصاد أكبر بكثير من الاقتصاد اليوناني، واليونان واجهت تحديات كبيرة جدا في برنامج إنقاذها من قبل البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كذلك أيضا هناك مخاطر كبيرة بالنسبة لإيطاليا، لأن إيطاليا مقبل على انتخابات في شهر أبريل نيسان المقبل، وهناك يعني توقعات في حال استمر الوضع الاقتصادي المتردي والتوقعات بأنه سوف ينتقل إلى ما هو أسوأ. لذلك يمكن إيطاليا أن تنتقل إلى اليمين المتطرف، حينها يعني حينها السيناريو سوف ينتقل إلى ما هو أخطر بكثير من الاقتصاد. يعني حينها يمكن أن تخرج إيطاليا من منطقة اليورو كليا. طيب في عجالة سريعة ويعني وعذرا لضيق الوقت ضيف الكريم، وعودة إلى خطوة المفاوضات الأوروبية في خفض تقديراتها لمنطقة اليورو، هذه الخطوة وغيرها من الخطوات المتتالية التي تتوقعها تأثيرها على ما يتعرض له العالم حاليا من أزمة في أسعار الغذاء؟ نعم، يعني كل ذلك مرتبط مع الظاهرة التي تواجه الاقتصاد العالمي ككل، المرتبطة بارتفاع مستوى التضخم. ولكن دعني أوضح بأن كذلك أيضا الدول والتكتلات الاقتصادية لديها مقوماتها الاقتصادية التي تجعل من هذه الظاهرة أكثر خطورة بكثير. يعني منطقة اليورو هي بالتأكيد تكتل اقتصادي معرض لمخاطر اقتصادية كبيرة جدا بسبب ارتفاع مستوى التضخم. نعم. كذلك أيضا دول، إذا انتقلنا في حديثنا لتجارب دول معينة. نعم. يعني عذرا لضيق الوقت ضيف الكريم، ولكن اتضحت الصورة. الخبير في الاقتصاد السياسي الأستاذ أحمد ياسين كنت معنا هاتفيا من لندن، شكرا جزيلا لك.